على محور الجزائر والقاهرة كلمة سواء هي التوافق، توافق في الرؤى واتفاق على العمل من أجل الحفاظ على مكانة البلدين في محيطهما العربي والإفريقي. لن يتأتى ذلك في منظور الرئيسين إلا من خلال تقوية الروابط بين الجزائر ومصر، ولعل الإسراع في عقد اللجنة العليا المشتركة وتفعيل آلية التشاور السياسي بين البلدين إحدى خطوات تجسيد هذا التوافق. محادثات طارية ومثمرة تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر. عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. الاقتصاد أو بالأحرى ترقية الشراكة التجارية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة أخذت هي الأخرى حيزا هاما في محادثات الرئيسين، أملا في الوصول إلى تنمية شاملة تعود بالنفع على شعبي البلدين. الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المحادثات. توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. ينظر الرئيسان الجزائري والمصري إلى التحديات التي تواجه المنطقة بمنظار واحد. توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة. توافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. الملفات الليبية والفلسطينية والأمن والعمل العربي المشترك وملفات أخرى ركن آخر تستند عليه الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر. التعاون المشترك والملفات الثنائية والإقليمية في صلب زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر. موفد قناة الجزائر الدولية عادل ضيف الله.